مرحبا بكم في قناتي إزويل تصليح السيارات. اليوم سوف نقوم بفتح الأضواء الخلفية لسيارة مرسيدس بنز إي كلاس أو ما يعرف ب W211 موديل 2004، وهذا الموديل هو من موديل 2003 إلى موديل 2009. سنريكم طريقة الفتح. هذه هي الأضواء الخلفية، هي ليست بالمعقدة ولكنها تأخذ وقت طويل. نحن في قناة إيزوي نسعى لإيجاد الحلول لكثير من مشاكل السيارات، ولا نطلب منكم سوى الدعم من خلال الاشتراك والإعجاب بالقناة وأيضا متابعة الإعلانات المرفقة مع الفيديوهات، فتابعونا. توجد هذه هنا واحدة وهنا واحدة وهنا واحدة وهنا واحدة. توجد هذه واحدة هنا واحدة هنا.
هذا في استخدام تروكس 20. هذا هو قم باستخراجه. توجد أيضا براغي هنا لحظة هذا سنقوم بفتحها. لم تتر هذه البراغي. هذا واحد وهذا واحد وهذا واحد وهذا واحد وهذا واحد وهذا واحد وهذا أيضا واحد.
هذا هذه الآن، هذه 3 براغي، واحد هنا واحد هنا واحد هنا. قم بفتحها بتروكس، هذا حجم 20، تخرج لنا هذه هذه الأضوية. طبعا من الصعب تغيير هذه المصابيح لأنها ملحومة بالسولدر، فليس من السهل تغييرها. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في قناتنا. مع السلامة.